السلام عليكم. في هذه التجربة راح نتعرف على تأثير النشاء عفوا في هذه التجربة سوف نتعرف على تأثير اللعاب على النشاء. لإنجاز هذه التجربة نحتاج إلى وعاءين بيشر، أنبوب ماس، كاشف ماء اليود الذي يكشف عن وجود النشاء، بالإضافة إلى النشاء نقوم بإضافة سوف نقوم بإضافة النشاء نفس الشيء هنا. ثم نضيف الماء. نفس الشيء هنا. نقوم بالخلط لكي نحصل على خليط متجانس. نفس الشيء نقوم بالخلط لكي نحصل على خليط متجانس. نترك هذا الوعاء شاهد ونضيف له أي شيء. أما بالنسبة للوعاء الأول نقوم بإضافة فيه قطرات من اللعاب. أضفنا إليه اللعاب. ثم نقوم بماذا؟ ثم نضيف قطرات من ماء اليود. ثم نضيف قطرات من ماء اليود في الوعاء الأول، في الوعاء الأول والوعاء الثاني. نضيف الوعاء الذي فيه فقط الماء والنشاء والمحلول
نشاء، مثلا الذي فيه محل النشاء والذي أضفنا له اللعاب. بفتح القارورة سوف أضيف قطرة من ماء اليود إلى الوعاء الذي فيه فقط محلول النشاء، كما تلاحظون ظهور لون أزرق بنفسجي قاتم يميل إلى الأسود دلالة على وجود النشاء. لون أزرق بنفسجي قاتم دلالة على وجود النشاء. أضيف إلى الوعاء الذي يوجد فيه محلول النشاء واللعاب قطرة من ماء اليود كما تلاحظون، الأول سوف يظهر لون أزرق بنفسجي قاتم، هذا دلالة على أن النشاء لم يتفكك بعد. نترك التجربة حتى يوم الغد ثم نعيد التجربة على الوعاء الذي أضفنا له ماء اليود عفوا إلى الوعاء الذي أضفنا فيه محلول النشاء واللعاب. غدا سوف نرى النتيجة في هذا الوعاء. عندما نضيف اللعاب إلى النشاء ماذا يحدث للنشاء؟ وهل يبقى النشاء في هذا الوعاء أم يتفكك؟ شكرا على المتابعة.